تخيل تبقى مجبر تعيش حياة كاملة أو حياتك كلها من غير ما تتكلم ولا صوت، رغم أنك مش أصم. ده فيلم، الفيلم بيحكي حياة أسرة كاملة بتعيش في مزرعة في وقت يعتبر زي نهاية العالم، لأن في كائنات معينة بتاكل أي حاجة ليها صوت أو بتصدر أي صوت، حتى لو كان الصوت ده صوت نفس عالي شوية. بتضطر الأسرة دي تعيش حياة كاملة بدون ما تتكلم مع بعضها، مجرد إشارات مع بعضها. يعني إيه؟ يعني عايشين على لغة الإشارة في كل حاجة في حياتهم. فيا ترى هيفضلوا كده كتير ولا إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. طيب مش هتكلم أكتر من كده عشان ما أحرقش عليكم الفيلم وتستمتعوا بالفيلم. طيب بالنسبة لرأيي في الفيلم، الفيلم ده أقل ما يقال عليه إنه متعب للأعصاب، وبيخليك قاعد متنرفز ومستني ايه اللي هيحصل، قاعد بتتفرج وانت هتتشل كده. تصوير الفيلم اغلبه في الظلام ما عدا اللقطات اللي كانت بتحصل وقت النهار. طيب بتحس انك عايش معاهم وبتتوتر معاهم، والادرينالين بتاعك بيعلى فجأة بسببهم برضو. فعلا فيلم هيخليك متنرفز ومتضايق كده، ودي مش حاجة وحشة، دي حاجة ايجابية، لان المخرج والمؤلف وصلوك للحالة اللي هم عايزينك توصل لها فعلا، ودي احلى حاجة. وفعلا احيي الاخراج على اخراج المشاهد الجميلة دي، والمؤلف على القصة المختلفة الفريدة من نوعها دي، مفيش منها اتنين يعتبر. انا ما شفتش من الفيلم ده اتنين فعليا، ومش بتكلم وخلاص. ارشح الفيلم ده بقوة لاي حد عايز يشوف تحفة فنية من كل النواحي وعايز يتوتر ويتعصب. اسم الفيلم هو A Quiet Place، تقييم الفيلم هو 7/10. اتمنى يعجبكم الفيلم، ولو شفتوا الفيلم ياريت تقولي رأيكم في كومنت، ولو مش عامل سبسكرايب للقناة ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتشغل زرار الجرس عشان لو نزلنا اي فيديو يوصلك على طول، وياريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك. سلام.